السلام عليكم، الله يعطيكم العافية. طبعا زي ما انتم شايفين احنا قاعدين بنجهز، تم تجهيز المكتب بالكامل وظل بده كمان بعض الاغراض عشان يكون اموره 100%. وركبنا المكيف والمكتب وامورنا هون ان شاء الله. تصور صارت تقريبا 100% زي ما انتم شايفين، ودهنا وظبطنا المكتب. هيك احنا بامكاننا برضه نستقبلكم، يعني صار عندنا مكتب وامورنا 100% الحمد لله. بنيجي للمعرض. طبعا هون بلشنا احنا، تفضل السيد عماد ابو غوش. هون احنا بلشنا بتصفيه ماكينات العصير، ماكينات السبنسر العصير الموجوده عندكم ثلاث عيون. هاي الماكينات من اقوى الماكينات بالسوق، تم بيعها الموسم الماضي وان شاء الله بنبيعكم اياها الموسم القادم، او بتشرفونا بالزياره باي وقت لاستلام ماكيناتكم. وهون حطينا ماكينات البوب كورن الذره، ماكينات امريكيه عاليه الكفاءه، ماكينات الذرة. وهي ماكينات البوصة، في عندي ماكينة واحدة هون ضلت، ماكينة البوصة موجودة عندي شايف. وهون إن شاء الله راح يكون تجهيز للمكتب اللي تبع السكرتيرة اللي راح تجلس عليه السكرتيرة إن شاء الله. موعد افتتاحنا إن شاء الله راح يكون بواحد، لكن استقبالكم من الآن ما عندنا أي مشكلة. وعماد الغوش يبدأ عندما يعجز الآخرون.